سيناريو تفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية وأزمتها المستمرة صيفاً وشتاءً. يؤكد مواطنون بأن هنالك تواطؤ من قبل قوة حماية الأبراج، بالإضافة إلى وجود مافيات تستفيد من عمليات التفجير ومن ثم إعادة عملية التصليح التي تكلف الدولة كثيراً. سيناريو تفجيرات الأبراج، أي مواطن بخطأ في الأسباب أنه عدم كفاءة الأجهزة اللي مختصة على حماية الأبراج. شيء ثاني، أكو مافيات تقف وراها، مافيات حقيقة، يعني أنه تفجر وثم تعاد تصليح ويكلف الميزانية مليارات الدنانير، فخلي يوضعون حد كافي لها. كهرباء كلش ضعيفة، تيجي شوية وتطفى، والأجهزة كلها احترقت، والعالم يعني الناس العجايز الشياب يعني الخطيئة دمار عندهم كهرباء، خاصة القوط الفوق ما عندهم كهرباء، وعدن عاني يعني من المي ماكو، يعني كهرباء ماكو، فالمشاريع يعني هم تنقطع. فيما أكد مراقبون بأن عملية تفجير الأبراج الكهربائية تحدث من قبل جهات مسلحة وخارجين عن القانون، لا سيما بأن هذه الجهات تحمل أجندة دولية وإقليمية لضرب الزراعة والصناعة والاقتصاد في العراق. هناك جانب آخر يتعلق بضرب يعني هذه الأبراج الكهربائية. يا عجبا، من هو المستفيد من وراء استهداف هذه الأبراج الكهربائية؟ لا سيما يعني أن هناك عصابات ومجاميع مسلحة تحمل أجندة دولية وأجندة إقليمية في محاولة ضرب الصناعة، ضرب الزراعة، ضرب الطاقة الكهربائية في العراق. يعني هناك لابد أن يكون من حماية لهذه الأبراج، وخاصة نحن نمتلك جيشا جرارا لابد من استخدامه في منع هذه الهجمات ضد الأبراج وضد مصالح الطاقة الكهربائية. كابوس دائم يلازم العراقيين مع موسم الصيف، وأزمة الكهرباء لم تحل مع مرور السنوات الماضية، وسؤال يبحث عن جواب: لماذا فشلت الحكومات المتعاقبة في حل هذه الأزمة؟ من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.